هذا البحث هو ثالث بحث منذ 2001 اللي أنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط على الاستهلاك ديال والمصاريف ديال الأسر. النمط ديال الاستهلاك في المغرب ديال الأسر تحسن من ناحية البنية ديالو، لأنه الجانب المتجه نحو التغذية أصبح الوزن ديالو يتقلص لفائدة المصاريف اللي تتمشي الاستهلاك غير الغذائي. هذا من جهة. من جانب أخرى، حتى في قلب الاستهلاك الغذائي كنلقاو واحد التحسن بالتوجه نحو الاستهلاك ديال بعض المواد، مواد ديال البروتيد بحال اللحوم بحال الأسماك بحال الألبان، فيما تتراجع نسبيا أي في الوزن ديالها الاستهلاك ديال المواد ذات الحرارة الكبيرة الكالوريات الكبار، ولكنها التغذية ديالها قليلة بحال الحبوب أو بحال السكريات أو شيء من هذا القبيل. إذن هذا التحسن في الناحية ديال التغذية، ولكن كذلك تحسن في الميدان ديال الجانب الغير الغذائي من الاستهلاك بصعود مصاريف اللي هي تتلبي حاجيات جديدة كالحاجيات للتعليم، للتنقل، الأنشطة الترفيهية، السكن، الأشياء مثل هذه اللي هي أساسية جديدة، ولكن صعدة في المدن كما في البادية، ولكن على واحد الأساس أن الفوارق كبيرة بزاف من ناحية ديال توجه واحد في البوادي وفي المدن، ولكن من ناحية الفوارق فوارق كبيرة تتبقى. هذا التحسن كان تحسن من ناحية القيمة، ولكن كذلك من ناحية ديال المستوى ديال المعيشة حتى هو ارتفع. كانت المصاريف بالنسبة لمستوى المعيشة كانت ديال في 2001 بالنسبة لكل فرد 8300 درهم، الآن في 2014 أصبحت 15900 درهم. إذن تقريبا تضاعفت مرتين بواحد المعدل ديال 3.5 كل سنة ترتفع كترتفع وتترتفع أكثر عند الفئات المعوزة والمتوسطة أكثر من اللي تترتفع عند الفئات الميسورة، كذلك تترتفع أكثر في البوادي من اللي تترتفع في المدن. الفقر هو المصاريف اللي تدار واحد المستوى ديال 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 المصاريف اللي ضرورية باش الإنسان يغطي الحاجيات ديالو الغذائية وغير الغذائية. إلا كان تحت هذا السقف سيكون فقير، وإلا طلع فوق منه وبقى في واحد الحدود ديال 50% قبل أكثر سيبقى الهشاشة. هذه الهشاشة هذه مازال موجودة بطبيعة الحال في البادية بكيفية أكثر، قلت لكم 20% وإن كان خفضت لأنه كانت 30% في المغرب في 2001. إذن كان القاوة في نهاية الأمر أن 1,600,000 ديال الفقراء و4 ملايين و200,000 ديال الناس اللي في وضعية هشاشة موجودين كلهم في البوادي.